والبلوكويت موجودة الأشياء هذه كلها من الدولة وكانت موجودة في البيوت، فصارت يعني عندنا بقى يعني كم قطعة وضافوا عليها أبوي وضفت عليها أنا لما بعدين استلمت اللي سويتها متحف، وصارت عندي هذه يعني شغلات كثيرة سويتها متحف. طبعا من سنة 70 كان عندنا يعني بعض التحف والانتيكات، فأنا ضفت عليها يعني أشتري وأضيف، أسافر أجيب من خارج الكويت أجيب وأضيف عليها إلى أن تكون عندي مجموعة، فيعني صار متحف. الانتيكات مالت الكويت اكثر شيء يعني اللي كانت موجوده، الرواد القديمه، الاشتختات، التلفونات القديمه، الشغلات يعني اللي كانت موجوده بالكويت اول، هذه احرص عليها اني انا اجيبها واحطها بالمتحف. والله البدايه كانت يعني من زمان، طبعا التحف هذه كانت موجوده اول بالكويت قديما، فصارت عندنا يعني بالبيت كذا قطعه، فصار طبعا انا زدت عليهم، شريت من داخل الكويت ومن خارج الكويت، لما نسافر اجيب التحف هذه اللي تخص الكويت، مثلا اكثر شيء اللي هي الرواد والتلفونات والبشتختات، فضفت عليهم وايد الاشياء قطع، فسويت المتحف. الحين عندي أنا تقريباً 2000 قطعة يعني بعد ما جمعت عليها، فسويت متحف يعني هني ضم 2000 قطعة تقريباً. كان أول طبعاً الناس في سفرات تكون، في ناس يعني من الهند ومن الدول الثانية ومن الخليج يجون الكويت، فيحتفظون بالشيء هذا ويأخذونهم وياهم إلى بلدانهم، فأنت لما تروح وهم يعرضونهم في الأسواق تشوفهم بتقول أوه شلون هذه وصلت هني، هذه مالت الكويت، هذه القطعة كويتية، شلون عن طريق الناس اللي كانوا أول بالكويت من الخمسينات والأربعينات كانوا بالكويت فيحتفظون فيها، فكونون عندهم في بلدانهم، فعيالهم يعني يبيعونها أو ينزلونها الأسواق فتكون موجودة هناك. والله هذه اللي يعني التحف أنا خلال كل 3 أسابيع أسبوعين يتم يعني تنظيفها من الغبار وحطها مكانها، يعني كل مثل الكاميرات بروحهم، الرواد بروحهم، المشتختات بروحهم، الساعات القديمة بروحهم، فيفتر عليها تنظيف عشان لا تتلف من الغبار. بس عندي الزجاجيات مثلا الصحون والاقناش والاستكانات والشغلات هذه، يعني هذه اول شيء انا حاطها في اول كبت عندي عشان يعني لا مسكره بالكبت عشان مسكر عليها علشان لا احيانا يعني تطيح وتنكسر، فهذه اول شيء هذه انا حاطها باول المتحف. وبعدين عندي أشياء ثانية، تبدي التلفونات، أنواع التلفونات القديمة، وورا التلفونات عندي أشياء وايد مثلا الروادو، أنواع الروادو، إلى أن نوصل إلى الروائح، روائح مالت أول والمشتختات، هذه كلها في كل مجموعة بروحها. عندنا مثلا مشهورة الاستكانة أو صحن ببنت، هذا ياباني، هذا كان موجود بالكويت من زمان، يعني ببنت هذا معروف في القهاوي وفي هذا الصحن هذا واستكانة الشاي،
هذا قديم يعني، قديم من تقريبا من سنة 50 موجود، إلى أن في بعض الأشياء الثانية تي مثل القناش، الصحون، صحون مالت الأكل، فهذه كلها يعني أعمارها من الدرجة يعني، أول كانت قديمة إلى أن تي إلى أحدث لما يصير إلى الحديث اللي موجود. والله عندي رادو بوش ورادو باي، وفي روادو بعد بجرية، وهذه أذلك بوش وباي هذا الألمانية، وفي روادو إنجليزية، وبعدين في روادو يابانية. هذا من سنة تقريبا بوش وباي تقريبا قديمين، سنة يمكن 40.